السلام عليكم. البنتاغون يدعو إيران إلى الالتزام بالأعراف الدولية خلال نشاطها البحري. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. دعت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثاء إيران إلى الالتزام بالقواعد والأعراف الدولية خلال نشاطاتها البحرية في المنطقة. وكشف المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بارتيك رايدر عن فقدان الكاميرات التي كانت موجودة على متن السفن التي قالت إيران إنها تتجسس عليها، والتي حاول الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء عليها في 30 أغسطس الماضي. واعتبر أن محاولة إيران الاستيلاء على سفن أمريكية غير مأهولة دليل آخر على سلوك طهران العدائي في المنطقة. والأسبوع الماضي أعلنت البحرية الأمريكية أنها منعت الحرس الثوري الإيراني من الاستيلاء على سفينة تابعة للأسطول الخامس في مياه الخليج يومي 29 و30 من أغسطس. بالأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.